مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. بنرحب بكم أحبابي الفلسطينيين والعاشقين والمؤمنين تماما بالقضية الفلسطينية والمؤمنين حتما أن الاحتلال الصهيوني سيزول اليوم ولا بكرة، حيزول. أعوام تمر وأيام تمر وذكريات تمر وأساطير وأبطال يسطرون في التاريخ، في تاريخ فلسطين العظيم، ولكن هذا التاريخ سيبقى تاريخ حافل، ذكراه ستبقى تنقل من جيل لجيل إلى أن يقتنع الجميع أن القضية الفلسطينية قضية حق. في هذا الفيديو بالتحديد حبينا نوجه بمناسبة بداية العام الجديد 2022، حبينا نقدم أجمل التهاني وأجمل التبريكات لإخواننا العرب في الدول العربية، وخاصة شعبنا الحبيب شعب الجزائر الذي أنا أكن لهم كل الاحترام وكل التقدير. حبيت أقدم لكم خالص التحيات، خالص الأمنيات، خالص التقدير لكم شعب الجزائر العظيم، لكل أبنائكم فردا فردا وشخصا شخصا، لحكومتكم الموقرة، لمنتخبكم المشرف، لشعبكم العظيم، لأبنائكم الصغار العظماء، لنساءكم ولرجالكم ولشبابكم، وأيضا لجميع البلدان العربية المؤمنة أن القضية الفلسطينية قضية حق وقضية عادلة. في هذا المطاف لابد أن نستذكر بالسنة الجديدة، نستذكر الشهداء الأبرار، الشهداء الذي ضحوا وثابروا، قدموا دماءهم من أجل الأوطان كشهداء أهلنا وشعبنا في الجزائر، 1.5 مليون شهيد رحمة الله عليهم في هذه الذكرى، وأيضا شهداء فلسطين وشهداء القضية الفلسطينية. لابد في هذا المطاف أن نقدم أحر تهانينا ونقدم أجمل التهاني بمناسبة العام الجديد لأسرى فلسطين الأبطال المحبوسين أو المسجونين أو السجناء في سجون الاحتلال الصهيوني، والذي يعتقد الاحتلال أنهم سيدمون داخل هذه السجون، لكن والله سيحررون وسيفك قيدهم من هذه السجون بدعواتنا وبدعوات من يحب القضية الفلسطينية وبدعوات من يؤمن بالقضية الفلسطينية. بكل تأكيد فلسطين ستحرر. في هذا المطاف كمان لازم نتذكر القدس الشريف، لازم نتذكر الأسرى الشهداء، لازم نتذكر كل واحد دافع عن فلسطين، لازم نوجه له تحية، لازم نوجه له تهنئة، لأنه عن جد العالم كلهياتنا إخوة عرب، كلهياتنا إخوة وعرب في جميع البلدان العربية. عشان هيك لما بنحب نستذكر تهانينا مع بعض بنحب ندب بأرواحنا الروح الجميلة والتفاؤل. صراحة العام الفات 2021 كان إلي بالنسبة إلي عام حافل من النجاحات والتسطير. صحيح كان عام يعني حزين، عام أجت فيه كورونا، مرض الفيروس كورونا، عام واجهت فيه فلسطين حرب، عام الناس شافت فيه الفقر والبعض التعب، ولكن هذا بكل تأكيد في بعض الأشخاص إلا شافت أيام حلوة في هذا اليوم. طبعا احنا ما حنتحصر على اي شغلة شفناها سيئة في حياتنا، يكفي انني في هذا العام ان ربني اكرمني بنجاح عظيم، واعظم من ذلك اكرمني بزوجة صالحة، والحمد لله، وهذا شيء افتخر فيه واعتز فيه. اذا كنت اعتد بنفسي واعتد بنجاحي، اولا اعتد برضا ربي علي، ثم اعتد برضا والدتي علي، واعتد وافتخر واشيلها فوق رأسي امي ست الحبايب. الحمد لله اطال الله عمرها واطال الله ودها وادمها لنا ان شاء الله وحفظها ورعاها، ونامل من الله ان كما جمعنا في هذه الدنيا بها بالارض ان يجمعنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هي والدتي العزيزة. حبيت أقدم لها شكري واعتزازي بها، نحن نعتز ونفتخر بك. اعتزازي الثالث وافتخر الثالث أقدمه لأخوتي وأهلي وناسي. اعتزاز الرابع أقدمه لزوجتي وحبيبة القلب التي دخلت قلبي ودخلت عمرنا وحياتنا في هذا العام الجميل. نعتد ونفتخر بك، نأمل من الله كما عهدنا أن نبقى زوجين صالحين سعداء طوال العام إن شاء الله. وفي الآخر
أشكر كل من دعمني في قناتي، أشكر كل المتابعين، أشكر كل إخواننا الجزائريين، أشكر كل أهلنا وأحبابنا في جميع البلدان العربية، ودائما بنقول وخاصة أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر لأنهم هم العظماء بكل تأكيد. ولا أنكر فضل الجميع علي، أشكر الأصدقاء، أشكر المتابعين، ربنا يديم عليكم الحب، ربنا يديم عليكم التقدير، ربنا يديم عليكم الصحة والعافية. نأمل من الله عز وجل أن يكون العام الجديد عام رزق وعام صحة وعام بهجة وعام سرور، عاما يأتي به تحرير المسجد الأقصى بإذن الله تعالى، عام نعتز ونفتخر أن نخرج منه أيضا بنجاحات أكبر وأكبر. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والقدس بخير، كل عام وفلسطين بخير، كل عام وجميع الدول العربية بخير، كل عام و الجزائر بخير، كل عام وإخواني وأصدقائي وأمي وأبي رحمة الله عليه بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير. هاي كانت حلقتنا لهذا اليوم. حابب أذكركم كمان بالعمل الجزائري اللي عملناه، هاي موجود بالوصف تحت، روحوا شوفوه، عمل جزائري فني، أغنية جزائرية عملناها لهن في الجزائر. يمكن هذا الفيديو قصير شوي لكن ما حبينا نطول فيه عشان نقدم تهانينا ومحبتنا لكم لجميع الناس وجميع المتابعين. كل التحية لكم من قطاع غزة، من فلسطين، من أرض القدس، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا محمد. كل عام وأنتم بألف خير. هيك كانت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وعلى متابعة أول بأول. وعام جديد ونجاحات جديدة وبرامج جديدة آتية ستكون جبارة في الميدان وفي كل مكان. انتظرونا. كان معكم حسام أبو الحاج من فلسطين، ابن فلسطين، ابن غزة بالتحديد. كل التحية لكم. سامحونا إن قصرنا في أحد، وسامحونا إن كان هناك أحد زعل منا في هذه السنة. نحن سامحناكم من كل قلوبنا، ونأمل منكم أن تسامحونا. كل التحية لكم متابعينا الكرام. على رأس والله، القدس ما زالت عاصمة لفلسطين، كانت وما زالت وستبقى عاصمة لفلسطين. رحم الله شهدائنا الأبرار، رحم الله الشهيد هوارب مديم، رحم جميع الشهداء العظماء، رحم صدام حسين، رحم الشهيد المصري محمد مرسي، رحم جميع العظماء الذي سطرهم التاريخ والذل والعار والإهانة لمن اعتقدوا أن فلسطين ستدل وتهان، بل بالعكس فلسطين ستبقى شامخة ورافع رأسها إلى الأعلى وإلى المجد بإذن الله تعالى. كل التحية لكم مشاهدينا الكرام. هي كانت نهاية حلقتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى لقاء جديد. كان معكم حسام أبو الحاج ابن فلسطين ابن غزة بالتحديد. كل التحية بأمان الله. السلام عليكم. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك.